السلام عليكم، معكم جميلة من مسيرة تعاونية خيوط البهجة. تنخيطوا تنديروا المنتجات اللي عندنا حنايا حاليا في التعاونية ديالنا، تنديروا الخياطة البلدي. بالنسبة للمنتجات ديالنا عندنا المنتجات ديال الخياطة والطرز ودايرين الزرابي، وان شاء الله اول مشاركه ليا في هذا المعرض. الحمد لله كاين اقبال الحمد لله على المعرض سواء من داخل الوطن وخارج الوطن. الحمد لله لان كاينين هنا منتوجات لي في المستوى بالنسبه للعارضين كلهم اللي كاينين هنايا. الحمد لله بالنسبه للمنتوجات اللي عندنا راه تبارك الله في المستوى، وكاين ما يتشاف وكاين ما يدير لا بالنسبه للاثمنه ولا الجوده ولا كل شيء. يعني الحمد لله العارضين كلهم في المستوى دايرين شي حاجه اللي هي زوينه، والحمد لله الصناعه التقليديه ديالنا راه هي ارتفعت بواحد الشكل اللي هو زعما صاروخي كما تيقولوا. السلام عليكم، كنقدم لكم تعاونيات انصاف. حنا مدينه بنقرير، كنقدم لكم التعاونيه ديالي والمنتوج ديالي اللي كنخدم. كندير الشكر للناس المسؤولين، وكنشكر الملك ديالنا الله يخليه لينا ويطول عمره ويشافيه لينا وربي يعاونو علينا والله يهدي الناس علينا. كنشكر الناس المسؤولين اللي كيسهروا علينا، كنشكر السيد الوالي والسيد الرئيس حسن واللي جابونا لهذا المعرض وجمعونا، الله كنشكرهم شكرا جزيلا. انا كنخدم الزربيه والجلابه ديال الحبه وجلابه سدا فسدا، وكنخدم المنتوجات ديال الكوفرلي، وكنخدم هذا الشيء. وانا بغيت الصناعه التقليديه ماش ما تموتش، بغيت انا الناس باش يتطوروا ويخدموا، كنبغيهم يساعدوني في شويه ديال الدعم باش تبقى هذه الخدمه عندنا طايل بها الزمن، الى متنا تبقى مخلوفات ورانا. دابا كنشكر الناس المسؤولين، وهذا المعرض يكون بالصحه والسلامه والله يرحمنا بالشبعه ديال الماء. وكنشكرك انت اللي هاد الناس اللي واقفين معنا الله يرضي عليك، والسلام عليكم ورحمه الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.